فتربينا على ايديه ازاي نشجع النادي الاهلي، تربينا على ايديه انتمائنا للنادي الاهلي، غير طبعا بقى لما دخلنا بقى النادي الاهلي ولعبنا في النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما. بعد كده بقى ظهرت بقى التشجيع بطرق مختلفه، الالتراس بدا يخش وكل واحد بقى الثقافات بتختلف. ايوه لكن كله طبعا في الاخر انتمائك للنادي او حبك للنادي وطريقه تشجيعك للنادي بتختلف من بني ادم للتاني. اكيد طبعا، بس في كابتن احمد نقلات نوعيه حصلت اكيد. يعني الاهلي طول عمره يعني انت بتتكلم مثلا عن انه نادي الزمالك السنه دي الاقرب حتى اللحظه للتتويج بلقب البطوله ال 13 في تاريخه. البطوله ال 13 دي حال الاهلي سنه 76 بالظبط. فانت بتتكلم على مشوار من الانجازات. خد بالك كمان انك وانت بتخلق قواعد جماهير جديده في ناس اتخلقت او يعني بتتولد كرة. بتتولد وبتشوف النادي بتاعها بياخد أيوة. بطولات دي بتزود جماهيرتك، كاس عالم بتزود جماهيرتك طبعا طبعا، مش بس أكيد. بتزود جماهيريه كمان بتغير شويه في ثقافه الجيل الجديد اكيد انك اتعودت على بطولات. كنت بقول لك بقى في النهارده في بدايه الحلقه ايه، انه في ناس بتقول لك حاله جماهير نادي الاهلي دي لابد انها الكلام ده بجد مش فعلا. مش انها تدرس ازاي جمهور مكتسح كل هذه البطولات وزعلان بهذا بالظبط كده، زعلان على بطوله لسه ما ضاعتش يعني في علم الغيب بالظبط. هو ده اللي انا مستغرب له فعلا. الكوره في العالم كله ما فيش نادي بيخش في بطولات او في اي دوله بياخد كل البطولات. ايوه صعب جدا، حتى كمان الجمهور بتاعه عنده الثقافه ان هو لا عادي جدا يا رب ناخد بطوله الدوري، يا رب ناخد الكاس. لكن انت عودت جمهورك على كده، عودت جمهورك انك بتاخد دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم انديه بتاخد ثالث، خلاص جوه الجمهور نفسه بقى عنده الطموح ده، مش قادر يقبل المركز الثاني، مش قادر يستحمل ان 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 هو يفشل في حاجه. ودي هي دي بقى خلاص ضريبه اولا لعيبه النادي الاهلي زائد ضريبه جمهور النادي الاهلي. لكن فعلا مجهود كبير جدا اتعمل السنه دي، او نقول على مدار موسمين اللعيبه دي عملت جهد كبير جدا فرحتنا كتير جدا. لو نتكلم على البطولات، اتنين افريقيا، كاس مصر، دوري عام، افريقيا، سوبر افريقيا، عام سوبر افريقي، يعني كل البطولات اللي دخلتها خدتها. فبرضه لحد دلوقتي لسه الكره، نقول كره في الملعب بس، يعني حتى لو حصل خلاص اللعيبه دي ما اثرتش في حاجه.